السلام عليكم، معكم القناة ديال الأجنس العربية للعقار مدينة الناظور. اليوم جبنا لكم العرض ديال واحد المنزل محفظ اللي كيتباع في حي ولاد الحسن بمدينة الناظور. هذا المنزل هذا عنده جوج ديال الواجهات كما كتشوفوا معنا، باقي جديد عمر ما تسكن. لتحت المساحة ديالو 110 متر مربع والفوق 130 متر مربع. فينيسيون مزيانة بزاف، دوزيام ايطاج فيه السفلي وجوج ديال الايطاج الفوق. السفلي كما كتشوفوا كاين الكراج، كاين واحد الصالون في الدخله كبير، كاين الحمام هنايا. الحمام باقي ما مفينيش عاد، الحمامات بجوج بثلاثه اللي كاينين في الدار. هنا كاين واحد الجلسه والكوزينه. الكوزينه شرجم على لافاساد حتى ديك السيجور وحتى الصالون، يعني كلشي شرجم على لافاساد. كوزينه فيها واحد البلاصه واحد البلاصه على حساب الجلسه ديال الاكل، يعني صالا مونجي. هذا الصالون كبير كاين في الدخله، عنده شراجم على جوج ديال الفصاد. الدروج طالعين بالرخام، باسامانو ديال العود. الفوق في كل ايطاج فيها كوزينه، كاين الكوزينه اللي هنا لتحت والايطاجات الفوق بجوج فيهم كوزينه ديالهم خاصه والحمام ديالهم خاص. هنا البروميير ايطاج في الدخله مباشره على يدنا اليمين كنلقاو الحمام. هذا هو كما كتشوفوا معنا، كاين موراه بيت اللي عنده شرجم على الواجهه الاولى. البيوت كاملين والصالون عندهم شرجم على الفصاد وكاين بالكون. هنا الصالون مفتوح، بروميير فيه الصالون مفتوح كما كتشوفوا هنايا. كاين هنا البيت الاخر عنده شرجم على جوج الفصاد وبالكون. باقي بيت واحد اخر والكوزينه. الكوزينه عندها بالكون على الباتيو. هذا البيت الاخر، هذا البيت يعني بحال فيها اربعه ديال البيوت وصالون محلول مفتوح. هذا البيت هذا فيه واحد البلاكار صغير، كل شيء شراجم على الفصاد. الدار مهوية مشمشة، طريق قودرون حتى الباب، وعندها قريبة على جميع المرافق. هنا هذا هو المطبخ اللي قلنا لكم عليه، حتى هو مهوي كتدخلوا الضو. هادو باقيين ما مجهزينش، كوزينات اللي الفوق بجوج، قريبة على المتاجر، المسجد، المدرسة، قريبة على السونتر في الناظور. الا كنتم مهتمين بهذا العرض هذا، ما عليكم الا تتصلوا بنا بالرقم اللي كاين في اسفل الشاشه، او لا تزورونا لاجونس ديالنا اللي كاينه في حي النعناع، اقامه ايمن في الريتشوسي مدينه الناظور. هنا الفوق كاين صالون كبير عنده ثلاثه شراجم، جوج على الفصاد الاولى وواحد على الفصاد الثانيه، وعنده بالكون. انتم الى عندكم شي عقار بغيتو تبيعوه، ما عليكم الا تتصلوا على نفس الرقم. وحتى الا بغيتو ديروا شي تقييم للعقار ديالكم دائما اتصلوا بنا على نفس الارقام. ايضا دخلوا عندنا السيت ويب ديالنا اللي هو www.agencesarabi.com، غتلقاو فيه كاع العروض ديالنا. هنايا الفوق كنلقاو عاوتاني بيت اللي فيه بلاكار بحال هذاك اللي لتحت، جاي بجنب الصالون اللي كبير. هاد المره هادي ماشي البيت اللي جا فيه البالكون، في الدوزيام كاين الصالون اللي فيه بالكون. هنا الكوزينه كيما لتحت عندها الشرجم وصافي، ماشي الباب على الباتيو. كما قلنا المساحه لتحت 110 متر والفوق 130 متر، جوج ديال الفصاد محفظه. دوزيام ايطاج الثمن البيع ديالها، الثمن الاول 170 مليون سنتيم، قابله للتفاوض. وهنايا جوج بيوت الاخرين والحمام. فلا كنتو مهتمين بهذا العرض، ما عليكم الا تتصلوا بنا. كما قلنا لتحت كاين فيها اربعه د البيوت وصالون، والفوق نفس الشيء. شكرا لكم بزاف على المشاهده ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله. وهذا الموقع ديال لاجونس ديالنا فين جايه بالضبط.